اهلا بكم متابعينا من جديد. احنا متواصلين معاكم في الجزئيه الاخيره من صباح الشروق، ودائما احنا بنخصص المساحه دي للانشطه الرياضيه محليا عالميا. نعم، ودائما مقوله شائعه ومحفوظه: العقل السليم في الجسم السليم. نعم، وحقيقه ان احنا يعني كلنا شايفين انه النشاط متوقف يعني، لكن في مناطق فيها شغل او فيها نشاط شغال، خاصة إن عندها بنية تحتية إن كانت صحية أو كانت حتى رياضية، لأنه حقيقة إن إحنا بنيتنا الصحية 30 سنة ما كان فيها أي جهد لا صحي يا منى ولا رياضي، يعني ماشيين بالبركة زي ما بنقول، ماشيين بالنية والبركة، هاي بالاثنين. الزميل محمد عوض، نحن سعداء جدا إنك تكون معنا في هذا الصباح، وكل سنة وإنت طيب، وزمن طويل ما قابلناك. والله يا اخي كل عام وانتم بخير. وانت بخير. عودة الشروق بشكلها الجميل. اهلا ومرحبا بك. الرائع. وصراحة يعني زي ما قلت يعني زمن طويل. نعم. تقابلنا ونتقابل ان شاء الله في هذه المرة والمرات القادمة. باذن الله. رمضان كريم وعيدك سعيد وحياتك كثيرة. كل عام وانتم بخير. لك التحية، وانت بتجينا في ظل هذه الظروف. نعم. انت برضه يعني من الجنود المجهولين الصحفيين المميزين. وكونك تلبي النداء وتكون معانا، احنا بنحييك على الحاجه دي. وحندخل مباشره في الانشطه الرياضيه السودانيه، عندنا الدوري الممتاز، عندنا انشطه مختلفه، لكن التوقف او اسباب التوقف هي معروفه لدى الجميع. حاليا حاصل شنو في النشاط الرياضي في السودان؟ والله صراحه ان المعروف الجائحه بتاعت كورونا كما هو معلوم يعني البلد مغلقه منذ اشهر والانشطه كلها متوقفه، دي حاجة طبيعية جدا. لكن صراحة بالأمس اجتمع قادة الاتحاد العام بمسؤولي الطوارئ في البلاد وشرحوا لهم الحاصل، ودي كبدوا موافقة مبدئية على استئناف النشاط بدون جماهير. كذلك يعني الاتحاد يعني أخطر عدد من الأندية بولاية الخرطوم بأنها يعني تعمل الفحص بتاع فيروس كورونا. اجراءات الاحترازية. اجراء احترازي واجب. ودي حاجة طبيعية جدا. ولكن إلى الآن يعني ما في الصورة لسه مغبشة. واضحة. في إنه هل الدوري الممتاز حيعود؟ ما حيعود مرة أخرى. في ظل الظروف الحاصلة دي. نحن يعني نتمنى إنه يعني النشاط يعود كما عاد في ألمانيا. في ايطاليا، اسبانيا. نتمنى يعني يكون اول دوري عربي او دوري افريقي يعود في جائحه الكورونا. نعم، نتمنى ذلك، لكن انت بتتفق معي انه النشاط حتى لو عاد حيكون النتائج ذاتها ما ياثر فيها الانديه الكبيره، بمعنى انه الان كلهم في الهواء سوا. والله دي حقيقه يعني صراحه. لكن فكرة قادة الاتحاد بأنهم يجمعوا كل الأندية في ولاية الخرطوم. نعم. طبيرة برضو يعني دي تكاليف عالية جدا على الاتحاد. استضافة. استضافة. استضافة في الفنادق مع فحص كل 3 أيام للاعبين، مع أنه يعني صراحة حتى المباريات بدون جمهور ونحن متعودين عليها. نعم. يعني حتى في مباراة الهلال والمريخ الناس بقت يعني شوية الناس إقبال ذات على الكورة ما زي زمان. ما زي زمان. صح. بسبب حاجات كثيرة جدا قبل الكورونا، ضائقة المعيشية، حاجات كثيرة يعني. نعم. دي برضو أثرت. لكن أعتقد بأنه يعني الدوري يعني لازم يتم، لأنه فضل له يعني تقريبا ما يقارب الـ8 أسابيع لازم تتم بشكل من الاشكال في الفترة الماضية اذا الناس التزمت والحالات ما زادت بتاعة كورونا. كورونا ده بأثر على البطولات الافريقية الترشيح؟ والله بيأثر بشكل كبير جدا. في اندية الان تتطلع للمنافسة في الموسم القادم. مثلا هذا حي العرب بيقدم مردود متميز جدا في هذا الموسم. نادي الهلال الابيض بيقدم مع المدرب هيدان مردود اجمد في بطولة الدوري الممتاز بهذا الموسم. افتكر بانه يعني الدوري اذا تم الغائه حتكون كارثه لتلك الانديه. صحيح، خصوص يعني برضه فريقي القمه اللي احنا تعودنا دائما انه بيشاركوا في البطولات الافريقيه وفي سي كافا وفي غيرها من البطولات.
مشاركين فيها. خلينا نجيب في فريقي القمة، المريخ، نبدا بالمريخ او نبدا بالهلال ما في مشكله، ونشوف اذا فعلا طبق قرار انه استضافه الانديه هنا في الخرطوم كيف حتكون الجاهزيه للفريق الليل. والله الى الان اللاعبين القمه او لاعبي الانديه كلها بيتمرنوا على واحد. في ناس بيقول لك بنتمرن، لكن في لاعبين ما بيتمرنوا صراحه. معروف انه الطبيعه بتاعت اللاعب السوداني لاعب يعني بيميل للخمول بشكل كبير جدا، وللاسف يعني دي الحاجه اللي يخلي اللاعب السوداني يعني بس يتقوقع في طموحه قليل في هلال المريخ. دي مشكله كبيره جدا. الى الان ما في تدريبات، تلقى اللاعبين يعني مثلا يقول لك يا اخي لاعب بيتمرن يعمل له فيديو كده يطلقوا على الاساطير انه يعني بيتمرن بس يعني ثاني ما في اي حاجه. دي مشكله كبيره جدا. لكن المشكله بتاعت لاعبنا انه ما زي اللاعب الاوروبي او لاعب شمال افريقيا بيهتم بنفسه عشان يمشي لقدام. طموح كبير. طموحه نعم، الطموح بتاعنا اللاعبين الليل كبير جدا، لكن لاعبنا للاسف طموحه قليل جدا، هو بس دارس الهلال المريخ، منتخب وطني خلاص. وقف كده. طيب انت تكلمت عن الطموح وده بيقودنا لنمشي لطموح اللاعب السوداني. محمد عبد الرحمن انتقل للدوري الجزائري، وفي حديث كثير بيدور عنه فرنسا، وانت واحد من الناس المتابعين، وخاصه لما تكلم عن فرنسا واحد من الناس اللي بيتكلموا اللغه الفرنسيه ومتابع الاحداث. انا داير اسال، هل انتقاله للدوري الجزائري كان هو الباب الحقيقي وطموح اللاعب شمال افريقيا زي ما انت ذكرت؟ والله طبعا الدوري الشمال افريقي والدوري الجزائري هو البوابه القريبه لاوروبا. نعم، لانه المتابعين هم بشكل كبير جدا السماسه والوكلاء يتابعوا تلك الدوريات او بيتم لهم ترشيحات اللاعبين الاجانب من هذه الدوريات. محمد عبد الرحمن انتقل لنادي برج بوريج بصفقه يعني كبيره يعني جيده جدا للاعب سوداني. اللاعب يعني قدم مردود جيد في البطوله الجزائريه، احرز عدد من الاهداف لهذا الفريق. انديه زي الوصل الاماراتي برضه غازلته، عندي درجة ثانية في الدوري الفرنسي. في ناس بيقول لك يا أخي عبر الأسافير بيقول لك ليه للفرنسي؟ نعم، طلب محمد عبد الرحمن، لكن ما في كلام زي ده. نادي درجة ثانية هو طلب بشكل رسمي محمد عبد الرحمن في الفترة الماضية، وناديه يعني واثق بشكل مبدئي، واللاعب بشكل كبير جدا هو بيفضل الاحتراف في الدوري الأوروبي عكس الاحتراف في الدوري الاماراتي، لانه الدوري الاماراتي ما حيدي المال بس. نعم، لكن ما حيدي التطور الكبير اللي حيلقاه في فرنسا. نعم، فمحمد عبد الرحمن لاعب مجتهد جدا، مردود جيد جدا مع المريخ في البطوله العربيه، واكمل الابهار في الدوري الجزائري. ونتمنى يعني انه كل اللاعبين السودانيين يحققوا هذا اللاعب المتميز اللي قدم اداء اكثر من رائع في هذا الموسم، ورفع يعني صراحه اسم السودان عالي جدا في البطوله الجزائريه. صحيح. طيب اول لاعب سوداني. بالمقابل في فريق الهلال يمكن برضه في عدد من اللاعبين ما كان عندهم ظهور في السنوات الفائته، اظهر الطاهر من اللاعبين اللي يمكن عمل بصمه في السنتين الاخيرات في فريق الهلال. انا داير اعرف توقعات شنو بالنسبه لهذا اللاعب، سواء حيعيدوا تسجيله او في لعيبه جدد ممكن ينضموا لك وشوفاتك. والله صراحه اظهر الطاهر من اللاعبين اللي عندهم طموح كبير، يعني لاعب بيشتغل على نفسه في الفتره الماضيه في البطوله الافريقيه ظهر بشكل متميز. صحيح، كافضل رواق ايمن في دوري المجموعات. صحيح، يعني احرز اهداف حاسمه جدا، سواء كان في النجم الساحلي التونسي لتونس، الفوز التاريخي للهلال على النجم الساحلي بملعب رادس. احرز كذلك في الاهلي المصري هدف جميل جدا، وكان تركيز المدرب المصري على 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 اللاعب اظهر الطاهر في مباراه الاياب بشكل كبير جدا، يعني قال هو مصدر الخطوره في فرقه الهلال. صحيح، وهذا قد كان يعني اظهر يعني عقد انتهى مع الهلال. اللاعب يعني عنده عدد من العروض، لكن ما العروض الجويه جدا في من الانديه المصريه او عدد من الانديه التونسيه،
إدارة الريال بالأمس جلست مع اللاعب أشرف الكاردينال، كذلك معه أيضا الكابتن عبد اللطيف بوي لإقناع اللاعب من أجل تمديد عقده مرة أخرى للنادي. وحسب التسريبات إنه الهلال قدم له مبلغ 50,000 دولار لتجديد عقده لمدة موسمين، واللاعب بنسبة 90% وافق على العقد الى الان. خاصة الظروف الاقتصادية اللي بنعيشها يعني. والله صعبة طبعا، 50,000 دولار في الظروف تضرب طوالي في في العالي في العالي. من الحاجات المهمة يعني، انت تكلمت كلام جميل عن 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 لاعب المريخ عبد الرحمن شيبوب، واحد من اللاعبين يعني اللي قدموا اداء جيد في الدوري التنزاني، وهو يعني انتم من اللاعبين الاجانب الموجودين دائما في التشكيله. غير كده لاعب يعني شاهدناه يعني مشارك اجتماعيا، يعني الثوره الغياده اللاعب كان موجود في كل ايام الغياده، لاعب ممتاز، لاعب حقيقه يعني بحب السودان، خاصه انه الفتره الاخيره تم استدعاءه بعد شويه لقى نفسه خارج قائمه المنتخب الوطني الفتره الصعبه. كلمنا شويه عن شيبوب والحظ شنو في تنزانيا. والله طبعا شرف يعني لاعب اول حاجه يعني المراحل اللي مر بها منذ ان كان في المهديه المورد المريخ الهلال افتكر ضغط لي كثير جدا. لاعب متميز، لاعب تفكيره دائما يعني للامام. مباشره بعد الهلال يعني رفض تجديد عقده، ذهب مباشره مع الوكيل السوداني عبد القادر موسى الى نادي سيمبا التنزاني، وكانت يعني الصبغه مفخخه كما ذكر اللاعب، وقدم نجاحات كبيره جدا اللاعب. وافتكر بان يعني شيبوب عمل اضافه كبيره جدا لنادي سيمبا في الفتره الماضيه. شيبوب يعني طموحه اكبر كان بالذهاب الى دوريات اقوى، يعني حتى يعني من حديث اللاعب يعني في القنوات الفضائيه بياكد لك بانه يعني انه هو يعني بعد ده ما حيرجع لورا للدوري الممتاز، بالعكس حيمشي للامام. الدوري الجنوب افريقي، الدوري الجزائري، الدوري التونسي، دي كلها يعني الابواب مفتوحه امامه. وافتكر بانه يعني شيبوب يعني قدم حتى على مستوى المنتخب الوطني، يعني لاعب مرة بكل المنتخبات الوطنية، الشباب الأولمبي، الفريق الأول، يعني ده برضو يعني أداه إضافة كبيرة جدا. وشيبوب يعني بنسبة كبيرة جدا إدارة سيمبا، على الرغم من إنه في عروض أخرى للاعب، لكن بشكل كبير جدا هناك في مفاوضات مع سيمبا. الشباب التنزاني برضو يعني داخل في الخط من أجل تسجيل اللاعب، ومعروف انه يانجا وسيمبا هناك ندين كبير زي هلال مريخ. اي لاعب لو جاء من هذه الانديه لنادي اخر يعتبر يعني كسب كبير جدا. نتمنى له التوفيق كلاعب سوداني، لاعب يعني ثورجي شارك في الاحتصام، شارك في دور كبير نعم في التغيير يعني صحيح. وعنده يعني الحاجه المميزه في شيبوب، انتقل من المريخ بهدوء جدا نعم. للهلال، وكذلك من الهلال بهدوء جدا لسيمبا. يعني الانديه دي يعني ما قال الناس بظلموا، لاعب مهذب جدا. نعم لاعب مهذب، نتمنى له كل التوفيق. طيب يعني جبال انت قلت حاجه مهمه، قلت اللعيبه هم الان في حاله بتاعت استعدادات وتمارين وكده، وفي اتهام كده في بعض الكسل، المدربين حالهم شنو؟ والله يا اخي المدربين برضه نفس اللاعبين نفس نعم فكرة. نعم كسر برضه يعني يعني في ركود يعني احنا ذاته يعني مدربنا السوداني يعني لا 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 ما ما يعني ما في حاجه كده بتابعها، او يعني هو ذاته يعني ما بيقدر. نتمنى انه يواكب يعني المدربين، حتى مدربين شمال افريقيا، مدربين التوانسه، مدربين الجزائريين، المغاربه عندهم طموح كبير جدا. يعني اديك مثل بخالد هيدان، خالد هيدان بيقول انه في فتره التوقف الحاليه يعني بيشاهد مقاطع تدريبيه لمثلا كبيره، يوفنتوس، البارسا، ريال مدريد، ليفربول، الخطط الجديده اللي بيلعبوها المدربين الكبار سواء كان مورينو،
المدربين العظماء يعني بتابع الخطط دي عشان يطبقها على اللاعبين في نادي الهلال البيض؟ نعم افتكر يعني ما في مدرب سوداني للاسف بيعمل عمليه زي دي. من الحاجات قبل ما نمشي نشوف العالم فيه شنو الناحيه الماليه تاثيرها كبير جدا على اي مبدع في اي مجال من المجالات يعني الناحيه الماليه خاصه في ظل الظروف اللي بنعيشها الان ظرف الاقتصاد ظرف طاحن يعني القروش بتحرك الناس صراحه يعني نقولها بكل وضوح وبكل شفافيه انديتنا الان ما عندها مداخل ما عندها استثمارات هل اللاعب حيقدر يعطي خاصة إذا عرفنا إحنا في أوروبا حتى الرواتب تقلصت نعم هل نعم. مع الظروف اللي بنعيشها اللاعب حيكون عنده الطموح وعنده الأداء الجيد اللي تتوقع؟ والله ما أفتكر يعني دي معروفة يعني بعد بتلقى برشلونة يعني نقص رواتب اللاعب بنسبة 30% كذلك في يوفنتوس يعني في عندي وصلت للنقصان بنسبة 70% كثير ضخم يعني دي نعم حالات كبيرة جدا وخصم كبير جدا للاعب فلاعبنا للأسف يعني ما ولاعبنا يعني بيعتمد على الحوافز ما بيعتمد على المرتب صح لأنه اللاعب السوداني في هلال المريخ أو في أي نادي ثاني إذا وقع بده الحافز الأكبر بنسبة 80% عند التوقيع بعد ذاك يعني الفتافي دي وبتكون كملت الفتافي دي بتكون مرتبات نعم يعني يكون مرتبه 2000 3 مشكله حقيقه مشكله كبيره جدا مشكلة. عكس المحترف نعم المحترف بيكون عادي مرتبه عالي مرتب 10000 دولار 10000 مع التصاعد المرتب صح كبير جدا للدولار نعم ده بأثر يعني نعم وفي في 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 نقطه ايجابيه يعني للهلال المريخ كونه يعني اللاعبين المحترفين الما بيضيفه يتم انهاء تعاوده دي نعم. حاجه ايجابيه نعم. لانه خساره خساره ماديه انت لا مشارك افريقيا نعم انت نادي ما مشارك افريقيا اللاعب ده يعني كلفه لما بيو الدوري السوداني دي مشكله نعم صحيح كلفه دولار ما عندك جدا. نعم والدولار ما في نعم بعدين اللاعب يمشي للفيفا زي ما حاصل الان للمريخ دون الطرف اليمين مع الهلال مع الكوكي دي نعم. كلها يعني سلبيات كبيره ملف المحترفين فيه مشاكل يا مختصر نعم مشاكل كبيره جدا بالنسبه للهلال مريخ حتى على مستوى المدربين نعم ونحن للاسف يعني الا الان المشاكل دي شنو يعني ماليه مشاكل مشاكل في التعاقد يعني انت الليله لو ضربنا مثال باللاعب دونو كوكو التوغولي لاعب جه في عهد الزلفاني لاعب جاء بمرتب ما يقارب ال 5000 دولار لعب له مباراتين في موسم كامل في 6 شهور نعم بعد ذاك اللاعب تم انهاء تعاقده اللاعب ذهب عبر وكيله الى الفيفا واشتكى وكسب 35000 دولار نعم لعب له مباراتين نعم مباراتين نعم. ما قدم في اي مردود نعم افتكر دي مشكله كبيره في الاختيار دي اداره نعم يعني في الاختيار في الاداره في في, في, في الاداره في, في 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 عدم يعني لا ما اعرف الاداريين بتاعين انا العقد ده بفصله كيف نعم دي مشكله حقيقيه دي مشكله كبيره جدا نعم. يعني بتواجه هلال المريخ بشكل كبير جدا يعني وبتواجه الاداره في السودان بصفه عامه الناحيه الاداريه دي هي يعني والله مشكلة. طبعا نحن ما محترفين يا متصل صح بكل صراحه يا متصل احنا ما محترفين الاداره دي ذاتها ما هي فن لازم يجيب لاعب لازم اللاعب يلعب نعم ممكن يسمسر فيه ممكن بشكل كبير جدا هم رابط كم الف يعني في يعني اقول لك في دارين بيكسبوا مع اللعيبه المحترفين الدارين دي سامعينك وانا ما سامعينك مشكلة حقيقية دي الحقيقة الحقيقة صحيح ها الحقيقة وايضا صحفيين زملاء صحفيين بيكسبوا نعم مع اللاعب فعلا يجمعوه في العهد السابق ولا ويسجلوا كمان ها والله ده في العهد السابق لكن احنا نتمنى انه في العهد الجديد العهد الصغير طبعا يا محمد نعم طيب العهد السابق ده كان حاصل ودي قضية نحن لازم نناقشها الفترات الجاية يا احمد والله مهمة. لازم بشكل نعم كبير قضية خطيرة جدا دي قضية صح. خطيرة جدا نعم. يعني نعم. ما معقولة إداري يجيب لاعب عاطل في نعم. في دوري آخر يكون سنة ما لاعبين هلال من ريخدل في أنديتهم سنة ما لعبوا حقيقي ولاعبين كبار في السن وقبضوا واللاعب يكون مرتبه 10000 دولار نعم.
اللي داري بيقسم منه ثلاثة ولا أربعة، وفي صحفيين بيشيلوا اثنين واحد. هاي اثنين واحد، فدي مشكلة والله. احنا بنقولش يا محمد عشان نكون أكثر تفاعل، إنه احنا يعني في عهد جديد، في عهد مختلف. الكورة في السودان أو الأنشطة الرياضية خصوصا كرة القدم لأنها هي الأساسية في السودان، يكون في تغيير في الإدارات. زي ما قلت لك قبل شوية، الإدارات هي فن. أنت إذا ما عرفت تدير حاجاتك الشباب المادية والمالية والنفسية والاجتماعية، زي ما تقدر تدير أي مؤسسة. تغيير على المستوى السياسي أو غيره. نحن دايرين تغيير في المجال الرياضي، يعني في شباب كتار والله عندهم يعني أفكار جديدة. صحيح. ممكن يغيروا لنا إدارات الأندية بالضبط. لكن ناس الجلاليب البيض ديل ما بدهم طريقه. الجلاليب البيض دي احمد ان شاء الله حيكون في زمن الرياضه، حيعود في الفتره القادمه. حنتكلم عن الجلاليب البيضاء وتاثيراتها. نعم. نعم. على على الرياضه عموما في السودان. نعم. باذن. نعم. الله سبحانه وتعالى. نمشي طيب. نشوف العالم الحاصل شنو؟ والله الحاصل العالم طبعا بيختلف. الالمان الدوري بدا وقرب ينتهي. نعم. بايرن ميونخ يعني بيقدم في عروض جميله جدا في الدوري الالماني، وافتكر يعني زي ما بيقول المثل المستحيل ليس المانيا. هكذا يعني المانيا في ظل جائحه الكورونا، اول دوله في العالم استأنفت الدوري الالماني، وكان التزام كبير جدا من قبل عبرت في الدوري. نعم. من قبل الادارات الانديه، من قبل اللاعبين، من قبل الاجهزه الفنيه، يعني حاجة كده مبهرة كانت. وخلاص يعني الدوري قرب بس في ألمانيا ينتهي. صح. كذلك بدأ في أسبانيا، بالأمس تابعنا مباريات جميلة جدا. ريال مدريد إيبار، ريال فاز بثلاث أهداف مقابل هدف. كذلك والأمس برشلونة برضو يعني قدمت مردود رائع جدا في الدوري. إيطاليا على الرغم من انها يعني كانت من الدول الكبيره جدا تاثرت بالكورونا، وكان عدد الوفيات الكبير جدا في اوروبا. نعم. الا ان الدوري استئنف، ويعني في ظل الاحباط الكبير يعني في ايطاليا، لكن الفرحه عادت عبر شاشات التلفاز الى الجماهير الايطاليه بشكل كبير جدا. وافتكر بانه يعني العالم مع التخطيط، مع العلم، مع فايتنا به كثير، مع الصرف. مع الصرف. انت كنت بتصرف طوال 30 سنه 2% للصحه. نعم. ما عندك يعني، والرياضه اصلا ما قاعد تصرف عليها، فبالتالي هناك شيء طبيعي. شيء طبيعي انه رغم الجائحه، يعني احنا الان 7000 وربنا ان شاء الله يشفي الجميع. نعم. رغم العدد البسيط عالمي، لكن ما قادرين لانه اصلا ما عندنا بنيه تحتيه لا رياضيه ولا صحيه. للاسف. للاسف. 2% صحة، 70% للأمن. ربنا يعين، وإن شاء الله تتقلب الآية. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى إنه يعني مستقبل الرياضة في السودان في العهد الجديد ده يعني يكون مثمر، وكل زول يكون شغال في مجاله بالطريقة الصح عشان نعبر رياضيا برضو، لأنه إحنا ما شاء الله عندنا فرق قديمة وعريقة وعندها سمعتها إفريقية. إحنا شاكرين لوجودك معنا، انتهت الفقرة، حننتظرك في الأيام الجاية إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا محمد.